انه صراحه بعض الاعدادات الافتراضيه التي تاتي مع الهواتف الاندرويد خصوصا هواتف سامسونج فلا تسمح لك بالاستفاده من سرعه المعالج الكامله، وهذا امر يعني غريب جدا، حيث بعد ان نقوم بالدخول عبر الكود الذي سوف اضع لكم في هذا الفيديو الى اعدادات المصنع في هاتفك، سوف تشاهد بانه تم برمجته على الاستفاده من ربع فقط سرعه المعالج الخاص بك. طبعا بعد التطبيق يعني وتغيير يعني هذه الاعدادات اجزم لك يعني بانك سوف تشاهد سرعه رهيبه رهيبه جدا احبابي في الله. كيف ذلك؟ فقط تقوم بالضغط على يعني زر الاتصال، ثم تقوم بوضع هذا الكود الذي سوف تجدون اسفل الفيديو، نجمة دياز ثم 9900 ثم نجمة، وسوف يتم نقلك الى هذه الواجهة التي سوف تجد فيها مجموعة من الخيارات، يعني لا تقوم ب يعني الضغط على اي شيء لم تفهمه، فما يهمنا هنا فقط يعني هو سرعة المعالج احباب في الله. وكما تشاهدون في هذا الخيار هنا يعني نتحدث عن سرعة المعالج، فتم ضبطه فقط من الاستفادة من تقريبا ربع يعني سرعته كما تشاهدون، وهذه الاعدادات تأتي يعني مع المصنع، بالتالي على اساس انك تستفيد اكثر يعني من سرعة المعالج الخاص بك فقط تقوم بالضغط على هذا الخيار كما سوف تشاهدون، ثم بعد ذلك سوف يعطيك مجموعة من الخيارات. طبعا يعني الاستفادة هنا يعني يمكن لك رفع سرعة المعالج الى اقصى حد، الى يعني نوعا ما يعني المتوسط وهنا ضعيف إن صح التعبير، بالتالي يعني على أساس حتى لا يؤثر هذا الأمر على هاتفك فتختار ميديوم هنا أحباب في الله الخيار يعني الثاني. طبعا يمكن لك اختيار أقصى حد ولكن سوف يؤثر نوعا ما على البطارية وسوف يؤثر على هاتفك إذا كانت يعني مواصفاته ضعيفة خصوصا، فسوف تختار فقط ميديوم هنا كما سوف تشاهدون، ثم تلقائيا سوف يتم إعادة تشغيل هاتفك أحباب في الله، وسوف يتم تحديث يعني هذا الأمر لكي تجعل يعني هاتفك يستفيد من سرعة أكبر مما كانت يعني يستفيد من سرعته الكاملة يعني صح التعبير. فيعني هنا ننتظر فقط قليلا لحينما يتم تسجيل الدخول مرة أخرى، وأجزم لك بأنك سوف تشاهد يعني فارق كبير كبير جدا. أنا شخصيا تفاجأت بعد أن قمت بتطبيق هذا الأمر بالأمس، فيعني صراحة لا أفهم لماذا تأتي مثل هذه الإعدادات الافتراضية بهذا الشكل ولا تجعلنا نستفيد من يعني سرعة المعالج. صراحة عندما أقوم بفتح النوافذ تفتح يعني بسرعة البرق، يعني هذا لاحظته بشكل كبير جدا مقارنة يعني قبل أن أقوم بتطبيق هذه الخطوة. حتى نختصر أتمنى أن الدرس قد أفادكم، حاول مشاركته مع أصدقائكم حتى يستفيد الجميع، والضغط على اللايك لل